سق الطيب سق الطيب. يا هلا ومرحبا بالكل والجميع. الله يحييكم تحيا السين. هذه ليلة مبروكة وحسنة من حسنات مسيرة الانجيت. الله يعافيك. أنت المتفضل علينا. وأنا يوم. ما يبغيك أنا بيتي. أي والله. أي والله. هذا بيتك. هذا بيتك يا خال. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. الله يطول عمرك ويعافيك إن شاء الله. أنت مبسوط بعركة كلت العشب الربيع. أبشرك. مبسوطين ومربعين ومتعافين وعين الخير. الله أحمد الله. الله يزيدك إن شاء الله يطرحك البركة في الفرديات اللي جات ما علمتني فيها. الله يعافيك الحمد لله. وش الفرديات اللي تدسها ما تعلمت حجب عنها أنت. تشوف ان شاء الله بعد العيد. قل يا الله يا كريم. الله يكرمك. انه يطرح البركه ان شاء الله. الله يجزاك خير. اي والله. يا هلا والله. يا هلا والله مرحبا. يا هلا والله مرحبا. الله يبارك فيك ويعافيك. الليله تشرفت بزياره خالي ابو بندر حميد، حميد الذيابي. اثرانا بشعره ومن طفولتنا نعشق شعره وزرع فينا حب الشعر. واختفى عنا الفتره الاخيره راح يتبع هوى شمان وخواته وامهاته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويطول لي عمرك أنت ومن يسمع ومن يقول. عندي ناس ترى متذوقين للشعر ويحبونه، وأنا من أول مسوي نفسي شاعر. الليلة أنت بتدمر الشغلة كلها مرعاد حيل الله أقوى. فيك بركة، فيك بركة، وأنت معدي مع السلم وحنا محاولين ولكل زمان دولة ورجال، وحنا نعرف إن ما حنا بأخذين زمننا وزمن الآخرين، ولكن الله يبارك فيكم ويجعل كل طيب من ربعنا. الله يسعد هالوجهي والله. أبشتكي غانم البندر والسعيد وما رجال الحق وهم قضاته. غانم يهددني من العام تهديد ويحرض عيالي تطبق وصاته. أما بحبل الحق حطيت له قيد، ولا رجال الحق تعلم براته. تعلم براءة صح حسانك. هذه عند ابوي سنعها هو اللي بيقضي لك فيها، ولا انا والله ما عندي غير هذه شكوى واضحه عينه بينه صريحه. لا 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 الحق لا سانع للحق ولا شفنا معك انت وش انت مسوي؟ إيه؟ انا ما سويت شيء، ما انا بسوي هذا وبسوي لي مشكله. اختر الله لا سوى لا سوى ها بعد تكذب الا سنتين وش يقول؟ يقول انت الحوادث عيت تاخذك وكروني عيت تجيني. حسبي الله على ابليسك. ولا ولا بدي احنا كيف نسوي لك؟ نبى نزيلك بس. كل ما جينا نبى نطلع. حسبك الله. وكما لقيت غير خال ابوي عساه. جينا عنا وصلنا الطائف وانا اجي. تاكفى ابو بندر انت بغيت تموت تتركنا وراك مثل اليتامى. قال والله العظيم انك كذاب وانهم ندعاك علي. وسارة هرشن يحسب لنا حشيو مفاريد ما يدري ان الزمل بانت الهاته ولا يقضوا فيها بنخيها. غير بعد في عصرها في وقت من كذا حشوم بندر صح حسان. دقيقه سم سم امانه سب اللي بوها ونجح اليوم قشة معنا. أبشر ولكن السب أنا طالب كنت تعفيني منه والماء سب اللي أبوها حيوان ما يخليني أتجوزها. لا يا بي خلي أتوسط. لا لا يا عمي الحين السب اللي أبوها يمدحها يقول لك قصيدة يعني؟ إيه؟ طيب سلم على راسي عشان يسوي القصيدة. أبشر 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 إن شاء الله. أبشر 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 يا بحر أبشر هالحي أبشر يا بحر. أبوها ما بسابه خالك يقول أبوها ما بسابه ألا بيشبه. لا ليش يسبه؟ لأن حيوان كلب. لا 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 ما يخليني أتجوز. الله يبارك فم قشة وهلا هلا هذا مبدأ قصيدة. يا سلام. الله يبارك فم قشة وهلا هلا والله بدي أحبوها هذه. عقيد تل يصف دل خيل بل خيل. يا سلام. أبشر هذا بيت وشوي يعطيك القصيدة. سب لي أبوها إن شاء الله. هالحين ما يصنع قصيدة أبوها خلاص سام. لا 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 أنا بنطلب أنا بنطلب الرجال ما قد تتشبدع على أبوها سامحه والله ما ضعي كوام قشة أبوها بل تعلم كيف بعدين هس لا تعلم.
ان شاء الله ان شاء الله ابشر يا